الآن مشاهدينا أرحب بالسيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي عبر الهواء مباشرة من دبي. مرحبا بك سيد الخضر إلى هذه المواكبة حول اقتصادات العالم وأيضا الدول العربية. نتحدث بداية عن الأسواق العالمية، سجلت انتعاشا اليوم لكن مع استمرار المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد والبنوك المركزية المتشددة، هناك جدل حول مدى استمرار المكاسب. كيف ترى مستقبل السوق العالمي في الربع الأخير من 2022؟ يعني إذا بدنا الحالي للأسواق العالمية وللاقتصاد العالمي، يجب أن نفصل بين بعض الاقتصادات. أولا الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال لا يزال حتى الآن يظهر بيانات إيجابية، والبيانات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد الجزئي، سواء كانت عن مبيعات التجزئة سواء كان قطاع التوظيف، معظم البيانات لا تزال تظهر أنه أداء الاقتصاد إيجابي وجيد على الرغم من عملية تشديد السياسة النقدية. بمعنى آخر إذا بدنا ننظر أنه في عنا سلبية وحيدة هي مستويات التضخم المرتفعة التي لا تزال مستقرة أو قريبة من أعلى مستوياتها في 40 عام. إذا نظرنا إلى باقي الاقتصادات العالمية نلاحظ أنه الضغط الركود والريسيشن واضح جدا على معالم هذه الاقتصادات بشكل كبير جدا. وأعتقد ممكن الاقتصاد الصيني أجل بياناته بعض الشيء، ولكن سوف يكون هناك نوع من الريسيشن أو التراجع في معدلات النمو. التراجع في معدلات النمو هو أمر عالمي طبعا، والسبب الرئيسي هو مستويات التضخم المرتفعة الخارجة عن السيطرة والتي لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. لكن رفع أسعار الفائدة هذه المرة غير إيجابي، أو بمعنى هو يخنق النمو الاقتصادي، لأنه عادة بالدورة الاقتصادية العادية أنه لما نرفع نحن أسعار الفائدة يعني هناك تعافي اقتصادي يجب أن يتم احتوائه، ولكن رفع الأسعار الفائدة هو عبارة عن أداة نقدية يقوم بها البنك المركزي حاليا لعملية مجابهة التضخم المرتفع. وبالتالي هذا الرفع يعني رفع تكلفة الاقتراض على الشركات، يعني بمعنى آخر سحب السيولة من الأسواق. بمعنى آخر ممكن نقول أنه سوف يضغط على النمو الاقتصادي، ممكن يوصلنا إلى مرحلة انكماش واضح إذا ما استمر تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة لفترة زمنية أطول. بالتالي التوقعات تشير بشكل كبير جدا أنه نحن مع اقترابنا من الربع الثالث والربع الرابع من العام القادم راح يكون في عندنا ريسيشن عالمي وليس فقط في بعض البلدان. حتى الآن الربع هذا يعني لا تزال هناك يعني فسحة إيجابية في بعض الاقتصادات مثل الاقتصاد الأمريكي، وممكن أنه نشوف تفاعل في الفترة الحالية مع إعلانات أرباح شركات عن الربع الثالث من العام الحالي. طيب، محللون اليوم صرحوا بأن فرصة حدوث ركود أمريكي خلال العام وصلت إلى 100%. أيهما أكثر ضررا؟ يعني هناك حديث عن أن الركود أكثر ضررا وآخرون يتحدثون عن التضخم. نحن دائما بنقول عملية مكافحة التضخم المرتفع الأعلى من المستهدفات هي أصعب بكثير من أنه نكون عم نجابه تضخم أقل من المتوقع، لأنه حله بسيط أنه يكون في عندنا سياسات تيسيرية أسعار فائدة أقل، وذلك سوف ينعش الأعمال التجارية. ولكن عملية مجابهة التضخم المرتفع سوف تضغط بنفس الوقت على الأعمال التجارية من خلال رفع أسعار الفائدة. احتمالية الدخول في ريسيشن هي كبيرة جدا نتيجة أنه نحن عم ندرس أو نقيس سرعة ارتفاع أسعار الفائدة ومستوى أسعار الفائدة بالمقارنة مع مستويات التضخم وبالمقارنة أيضا مع مستويات نمو الأجور. نجد أنه في عندي خلل سوف يحدث بلا شك، وسوف يسبب ذلك الضغط على الأعمال التجارية، وبالتالي ندخل بالسايكل مرة ثانية وهي عملية الضغط على المشروعات التجارية، صعوبة أو ارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتالي عدم الرغبة بالتوسع بالإنتاج، تقليص أعداد العمالة، وبندخل بالريسيشن تدريجيا بهذا الشكل. بالتالي إذا نظرنا إلى توقعات الفدرال الأمريكي التي أصدرها من خلال الدوت بلوت
الأخيرة، نرى بأنه الفيدرال الأمريكي ليس الأخيرة التي سبقتها، كان يتوقع إمكانية بدء تقليص أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام القادم، يعني متنبها مستقبلا إلى أنه راح يكون في عندنا ريسيشن أو ركود اقتصادي. وصرح الفيدرال الأمريكي وجيروم باول رئيس الفيدرالي قال بأنه نحن مقبلين على مرحلة ستكون صعبة للأعمال التجارية وللأسر، ولكنه عملية تجديد السياسة أمر إجباري. نفس الأمر بالنسبة للمركز الأوروبي والاقتصاد الأوروبي الذي يسعى إلى تجديد رفع أسعار الفائدة، وبالتالي في وقت أيضا يعانون منه في عملية النمو ومعدلات نمو متراجعة. بالتالي احتمالية دخولنا بريسيشن هي احتمالية كبيرة، والتعريف التقني للريسيشن أو الركود الاقتصادي هو أن يكون عندي تقنيا ربعين متتاليين من التراجع في النمو. هذا يعني أنت تقنيا دخلت بركود اقتصادي، ولكن فعليا بالبيانات الاقتصادية عندما يكون هناك انكماش فعلي بدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، عندها نكون فعليا دخلنا في الريسيشن. وأعتقد بالنسبة للتقنيا فقد تم لمعظم الاقتصادات في العالم، أما نتحدث عن الاقتصادات العظمى، أما بالنسبة للانكماش الفعلي في الاقتصاد فأعتقد سوف نرى بوادره على الاقتصادات العظمى ممكن مع الربع الثالث إلى الربع الرابع من العام القادم. الآن أيضا هناك توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح هذا التضخم، هل سنشهد وسنزهد يعني ستعالج هذه الرفوعات أزمة التضخم أم سيكون هناك مزيد من التضخم؟ ماذا برأيك؟ يعني حسب أداة CME لتوقع أسعار الفائدة الأمريكية فهي تشير إلى احتمالية 96% أن يكون الرفع القادم من قبل الفيدرال الأمريكي ب 75 نقطة أساس، أي أنه يعني الفيدرال الأمريكي مصمم ومصر ومتجه بنفس الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس وربما ب 150 نقطة أساس قبل نهاية العام، لأنه بقى لنا اجتماعين حتى نهاية هذا العام. بالتالي مع تبقي هذين الاجتماعين نحن ممكن نشوف أسعار الفائدة فوق الـ 4.2% بالنسبة للفيدرالي. لكن إذا قارنتها أنا مع التضخم فمستويات التضخم لا تزال قريبة من 8.2% حسب آخر قراءة لها على المستوى السنوي، بمعنى آخر نحن لا نزال بعيدين عن المستهدفات اللي هي 2%. سوف يقوم رأينا الدولار الأمريكي بعض الشيء يتراجع مع انخفاض احتمالية رفع أسعار الفائدة بمئة نقطة أساس، لأنه كانت هذه الاحتمالية تقبع عند مستويات 20%، الآن أصبحت فقط حوالي 2-3% أن يكون عندنا الرفع بمئة نقطة أساس حتى الآن كاحتماليات، أي أن الفيدرالي لن يتجه إلى تشديد أكبر ولغة أكثر تشديد السياسة النقدية أو في رفع أسعار الفائدة. وهنا ارتاحت بعض الشيء الأسواق ورأيناها يعني تشهد ارتفاع في كل من الـ S&P 500 والداو جونز، وشهدنا اليوم بعض الارتفاعات، ولكن أنا بنظري أعتبرها هي ارتفاعات مؤقتة ضمن قناة هابطة في هذه الأسواق، مثل ما قلنا، لأنه مخاوف الريسيشن ومخاوف الركود الاقتصادي لا تزال موجودة للفترة القادمة طالما عندي أسعار فائدة مرتفعة بهذا الشيء. إلى أزمة الطاقة، الآن نتحدث عن أزمة الطاقة والمخاوف الجديدة بسبب انخفاض الإنتاج، أوروبا هل ستنجح بتجاوز هذا الشتاء؟ وكيف ستعوض نقص الغاز الروسي أيضا في ظل الأزمة الكبيرة بين روسيا وأوروبا وأيضا أزمة الطاقة العالمية؟ يعني أوروبا تعاني حقيقة، ربما ممكن أن نستبعد الاقتصاد الألماني معاناته أصبحت محدودة كونه مخزوناته ملأة بحوالي 95% أو أكثر أصبحت الآن، بالتالي هذا الشتاء لن يكون قاسيا على ألمانيا، ولكن الإجراءات طبعا نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بشكل سريع لمجابهة أزمة الطاقة، ولكن إجمالا أزمة الطاقة هي هاجس كبير بالنسبة لأوروبا مع وجود التوترات الجيوسياسية وغياب النفط الروسي وإمكانية أن يكون عليه عقوبات للغاز الروسي أوروبية. أعتقد ذلك سيزيد من ضغط النفقات وسيزيد من ارتفاع الأسعار حقيقة في المنطقة الأوروبية، وهذا أمر سيكون مرده سلبي جدا على الاقتصاد المنطقة العجوز أو القارة العجوز.
بالتالي نحن نشهد انه حاليا هذا الشتاء ممكن يكون يعني ضغط كبير على من خلال على مستويات التضخم، على اسعار المستهلكين، كذلك الامر ممكن ان نشهد بعض التعثرات الديون من بعض الدول الأوروبية التي قد تطفو على السطح بشكل أكبر مع ارتفاع تكاليف المعيشة إجمالا بالنسبة للأفراد وعدم مقدرتهم على الوفاء بالالتزامات. بالتالي ممكن نشوف مشكلة الديون تعصف بأوروبا بشكل عام. أعتقد هذا هو الخطر الأكبر. بينما بالنسبة للغاز أو النفط فأعتقد البدائل موجودة ولكن أسعار أعلى، توجهات نحو الأمريكيتين بشكل واضح لتعويض النقص في المخزونات وتعويض النقص في الإمدادات، ولكن هذا يرافقه تكلفة أكبر، وبالتالي هذا ما يعني سوف يظهر أكثر من خلال البيانات الاقتصادية للمنطقة الأوروبية، سواء كانت بيانات الوظائف التي يعني نراقبها بحذر بشكل كبير في الفترة القادمة، إنه إذا كان في عندنا نزيف في قطاع الوظائف في المنطقة الأوروبية وارتفاع بمعدلات البطالة بشكل أكبر، أعتقد العامل الآخر أيضا هو مستويات التضخم. أي ارتقاء وارتفاع بمستويات التضخم سوف تكون العواقب سلبية وبشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي. ماذا عن أوبك بلس ونوبك أو مواجهة الولايات المتحدة لأوبك بلس بعد أن قررت تخفيض إنتاج النفط مليوني برميل؟ يعني أوبك قلصت الإنتاج مليونين برميل. شفنا الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بيع 15 مليون برميل من مخزونات النفط الأمريكية، المخزون الطارئ الاستراتيجي. طبعا نحن نعلم أن هذا المخزون هو حوالي 400 مليون برميل في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد المحاولات هي محاولات تصطيف ارتفاعات النفط التي يقوم بها الجانب الأمريكي، في حين أوبك بلس تتجه أو تنهج منحة اقتصادي بحت، وهو أنه عندنا نحن مخاوف من الركود، بالتالي أنا ليش حتى أنتج أكثر من المطلوب بالنسبة للشركاء التجاريين. قلة من أو تقليل الإنتاج سوف يسبب بلا شك قلة المعروض، تدفع الأسعار للارتفاع، وهذه المعادلة الرياضية البسيطة التي سببت ارتفاعات النفط مؤخرا. ولكن بنفس الوقت انه نحن في عندنا فعلا مخاوف ركود، وفي فعلا مخاوف من انخفاض الطلب. انخفاض الطلب سيسبب بلا شك تراجعات في اسعار النفط، لانه نحن عندنا طلب اقل على مستوى المعروض الحالي سوف يسبب تراجعات، بالتالي قد نشهد تدخلات اما اضافيه بتقليصات اكبر، وان كان التقليص الاخير الذي تم هو حوالي 2% من متطلبات العالم للنفط مليونين برميل، يقبع الطلب عند 100 مليون برميل، وممكن إذا تراجع الطلب نحو مستويات أدنى ومن المتوقع أن يصل إلى 96 مليون برميل أو أدنى من ذلك، أعتقد أوبك بلس سوف تقوم بمزيد من التقليصات، وهذا هنا ممكن يضغط أكثر على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية اللي مثل ما ذكرنا يدعي بأنه أداءه حتى الآن جيد من خلال البيانات الاقتصادية التي تظهر، سوف يكون مضر بشكل كبير، وسوف يضطرهم أيضا لاستخدام مخزون استراتيجي مرة أخرى لمحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار. الضرر هو على الأسر، الضرر هو على الإنفاق، وارتفاع الأسعار الطاقة يسبب ارتفاع ضمني في أسعار السلع ومستويات التضخم أعلى، وهنا يأتي الضغط بشكل مكرر على الفيدرالي الأمريكي وعلى ارتفاعات أكبر في الدولار الأمريكي لمجابهة هذا التضخم. أعتقد يعني العملية مرتبطة بشكل كبير بوقف التوقعات السلبية للركود الاقتصادي، تكون مع توقف التوترات الجيوسياسية ستساعد بشكل كبير في الفترة القادمة. طيب العملات هنا كيف تتأثر بهذه الأزمة، أزمة الطاقة والمشاكل السياسية، أيضا أزمة التضخم وسياسة الفيدرالي الأمريكي؟ يعني في دومينيشن واضح من قبل الدولار الأمريكي وتسيطرة كاملة على معظم العملات كمؤشر دولار أمريكي، يقبع عند مستويات مرتفعة نسبيا قرابة 112.5 وصل إلى 113. ممكن نشهد الحلقة الأضعفية، اليورو حاليا معرض للمزيد من النزف والتراجع دون مستويات
ال 97 سنت التي يقطع عندها، ممكن نشوفه حتى عند ال 95 سنت في الفترة القادمة، على جانب آخر الجنيه الاسترليني تحت رهنة أو رهن للتغيرات في السياسة المالية والحكومة الجديدة بعد إقالة وزير الخزانة، ويعني تبني تعديلات جديدة على الخطة المالية للمملكة المتحدة، أعتقد وتدخلات البنك المركزي البريطاني في الآونة الأخيرة وضع ضغط كبير حقيقة على الجنيه الاسترليني، حاليا عند 1.13، ولكن معرض لمزيد من الضغط والاتجاه الهابط. الين الياباني كل ما اقتربنا أكثر من مستويات 149 راح نشوف بالأفق تهديدات من البنك المركزي الياباني بالتدخل بشكل مباشر لمنع انهيار الين الياباني بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي، حاليا يتداول عند مستويات 147 ين للدولار الأمريكي. أعتقد العملية واضحة، يوجد هناك ما يسمى بحرب العملات بنتيجة التغير الشديد في السياسة النقدية ووجود فجوات كبيرة وتباين ما بين السياسات النقدية مثل البنك المركزي الياباني الذي يبقي أسعار الفائدة صفرية وبالمنطقة السلبية، حتى بالمقارنة مع الفيدرال الأمريكي الذي يقدم على رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع بحوالي 75 نقطة أساس في الاجتماعين الماضيات، وأيضا من المتوقع في الاجتماعين القادمات أن يقوم بنفس الأمر. بالتالي ذلك يخلق توترات وتذبذبات حادة في أسواق العملات. أعتقد حتى نهاية التعاملات هذا العام سيبقى الدولار الأمريكي هو الأعلى ترجيحيا. بالنسبة للباوند ممكن نشوفه تحت ضغط يعود مرة أخرى لاختبار مستويات 1.11 ومن ثم يعود للارتداد مرة أخرى، بينما اليورو ممكن أنه يكمل تحت الضغط نحو مستويات 0.95. حتى أختم معك سيد الخضر، الذهب وتقلبات سعره، كيف تقرأ وضع الذهب اليوم؟ يعني الذهب يعني حاليا في مسار هابط، ولكنه في مدى التداولات اليومين الماضيات كان يعني نوعا ما يتداول في نطاقات ضيقة إن صح التعبير، ممكن أن يستهدف مستويات أدنى بعض الشيء. ليش؟ لأنه في عندي أنا إعلانات أرباح من قبل الشركات، بالتالي الاستثمار في الأسهم لا يزال موجود، وخيارات أيضا الفيكست إنكم كسندات لا تزال تطرح عوائد أعلى، بالتالي الذهب لا يدر عائد إلا عندما يكون هناك توتر وقلق بشكل كبير جدا، نلاحظ نزيف الأموال باتجاه الذهب، وفي نفس الوقت عندي قوة الدولار الأمريكي. كل هذه العوامل وضعناها مع بعض ضغطت بشكل كبير على الذهب بالاتجاه الهابط، ولكنه لا يزال متماسك نتيجة الماركت كاب الكبير اللي موجود عندي على الذهب، ويعني المحافظ الاستثمارية الضخمة التي تحافظ على مراكزها الشرائية في الذهب. بالتالي ما شفنا عم ينهار تحت 1600 بشكل كتير كبير، ولكن أعتقد في الآونة القادمة أو في الفترة القادمة ممكن نشوفه عند مستويات 1620 إلى 1610 حتى، من ثم نقيم الأوضاع مرة أخرى حسب المعطيات الجديدة. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من دبي، على كل المعلومات التي قدمتها لنا ضيفا في هذه المواكبة. عزيز شكرا لك.